حقيقه من يوم امس احنا متابعين للاحداث اللي كانت في ناحيه سنوني في قضاء سنجار. اليوم جينا وطلعنا على الموقف بشكل كامل، استمعنا على ايجاز من قبل الاخ قائد العمليات. حقيقه قياده عمليات غرب نينوى تعاملت بمهنيه عاليه مع الاحداث وامنت المنطقه بشكل كامل، فرضت الامن والنظام والقانون في ناحيه الشمال في قضاء سنجار، جميع الطرق فتحتها بالكامل، الحياه طبيعيه، وهدف القياده وكل القوات الامنيه هدفها هو تامين وخلق بيئه امنه لعوده النازحين، كذلك لاعاده الخدمات والاعمار. ما العمليه ما استهدفت اي شخص او اي جهه محدده، فقط من يحمل السلاح ضد الدوله راح يكون هو هدف للجيش العراقي والقوات الامنيه. بالتاكيد اهالي سنجار علاقتهم مستمره ودائميه مع القياده، قياده عمليات غرب نينوى، وعندهم اجتماعات دوريه. انا قلت لك انه ماكو استهداف لاي مكون في سنجار وفي هذه المنطقه، فقط من يحمل السلاح ويحاول ان يفرض هيمنته بدون سلطه الدوله راح يكون هدف للقوات الامنيه. الكل تحت علم الدوله والكل تحت سلطه القانون.